كلمني على السيرفرز بتاعته، كلمني على الايكويشنز بتاعته، الموس ترانزستور، الموس، كلمني على الايكويشنز الليجن ريجن او الترايود ريجن، كلمني على الايكويشنز الساتوريشن ريجن. نفس الشيء في موس، ايضا تفتكر المعدات دي لو سمحت، تفتكر المعدات دي تفتكرها في الموس وتفتكرها في موس. احيانا كتير بنشرح على الموس، نفس الشيء على الاي موس، وتفتكر فين حدود لينير ساتوريشن المعادله دي. فين اللينير وفين الساتوريشن، معادله اللينير ومعادله الساتوريشن. ده شكل الكيرف بتاع الموس اللي هو الدي سي كاركترستكس بتاعته، دي بنسميها الدي سي كاركترستكس. دايما مش دايما يعني، في معظم الاحيان لو سمحت بطل كلامي، عندي سؤال يسال. نرسم اي بي اس فيرسز بي دي اس، الـ MOS والـ P MOS والـ P DS هنا في النيجاتيف، يعني هو رسم بي دي اس. لو رسمت في اس دي انا هقول لك P MOS صاحب القوة الاعلى هو السورس. لو كنت رسمت في اس دي ورسمت اي اس هو الكرنت اللي ماشي داخل السورس، كان ده هيبقى بوزيتيف وده هيبقى بوزيتيف وده هيقلب هيبقى شكله زي ده. موس بار سيجنال في ديفرنت ريجنز. سلايد دي معناها ايه؟ لما تيجي تذاكرها في البيت وتقرا الكلام ده هتاخد منها ايه بقى؟ من الصوت للصوت. يعني هو بيقول لك الساتوريشن ريجن، هي سلايد دي كلها عن الساتوريشن ريجن. هلاقي الناس نمبر 8 ساتوريشن، ساتوريشن هنا عندك كارنت سورس انا فولتج كنترول كارنت سورس قال لي كنترول الفولتج طرف ثالث تحت المعدل. بي دي اس نفسه بيأثر تأثير بسيط من خلال اللمبة على المعدلية. اللينير ريجن تقدر تعتبرها حاجة زي كده، زي ما يكون فولتج كنترول فولتج سورس، لكن المعدل مختلف. المعدل دي غير المعدل ده في الدنيا ريشن. ده الدي دي اس تاثيره كبير خالص، الحقيقه هو اشبه بالريزستنس. لو انت خدته في الديب ترايود، يعني ايه في الديب ترايود او في الديب دي ريشن؟ يعني الدي دي اس صغيره خالص، بحيث الترم ده مهمل. لما الترم ده يبقى مهمل فخلاص هو هيبقى زي الريزستنس. تمام؟ تمام كده؟ يبقى الايكوفلنت ريزستنس بتاعك اللي احنا بنسميه نقط 1 زي واحد على هذا الكلام، ويصبح فولتج كنترول ريزيستنس. في العاده الساتوريشن ريجن بنعتبره الكارنت سورس، اللينير ريجن بنعتبره ريزيستنس او نون لينير ريزيستنس. ماشي؟ ده الموس ترانزستور. السلايد دي اسمها ايه؟ اسمها لارج سيجنال موديل. السلايد دي اسمها سمول سيجنال موديل. يعني ايه هذا الكلام؟ يحكي لك لارج سيجمنت وسمول سيجمنت. انهي سيجمنت؟ اقرا كده سلايد وقول لي هتفهم ايه. السيجمنت اون ذا موست ترانزستور ار ذا سمول. There are three DC signals on the terminals that determine whether the transistor is on or off, which region applies, by this point. But what if the changing signal, the stimulus of the transistor, the small signal, superimposed on the DC bias? You still need to use the cumbersome equations. The answer is no. Instead, we linearize the response around the bias point and we end up with three equations instead of quadratic ones. Small signal one. How do you think I'm going to tell the volume? 38.
بالظبط. انت شغال على بايس معين. يعني ايه بايس معين؟ يعني دي سي اوبريتنج بوينت. الكاميرا المحطوط قدامك ده احنا سميناها ايه من شويه؟ قلنا من شويه انا قلت لك ايه وانت ما كنتش لسه مركز عشان كنت لسه الصبح بتتكلم. قلت لك ده بنسميه دي سي كاركترستكس. دي سي كاركترستكس. خلينا في الالموس مثلا. خليك بص على الكيرف اللي على الشمال ده ايه؟ اي دي اس versus VDS for a given VGS. ماشي؟ طبعا هي هنا مرسومة بتسمى ايش الوضع اللي عندنا هنا فرق جدا لان هنا عامل تقريبا ايه الخط ده اللي هنا ما بيبقاش فرق قوي كده لان الخط ده ما يمشي. ماشي؟ المهم ان ده الدي سي كاركترستكس. يعني ايه؟ لو انا اديتك موست ريزيستنس اديتك الدبليو على ال اديتك النيو ان والسي اوكسايد وبعدين قلت لك الفي ثريشولد بتساوي 1 فولت والفي جي اس بتساوي 1.5 فولت والفي دي اس بتساوي 2 فولت احسب التيار بتعمل ايه؟ هتجيب المعادله اللي احنا قلناها اي بتساوي نص النيو ان والسي اوكسايد دبليو على ال الفي جي اس ماينس الفي ثريشولد التربيع مضروبه في 1 زائد لاندا في دي اس نفس المعادله اللي احنا كل شويه بنتكلم عنها طاهر وتعملها. انت هنا بتعمل ايه؟ والله هو اداك البي دي اس خلاص يعني هنا خلاص اداك البي جي اس اللي انا شغال على اي كيرف من دول جيب النقطه دي يبقى انت دلوقتي جبت النقطه دي ممكن اقول لك ان هو والله البي دي اس بتاعته صغيره طلع في اللينير ريجن ماشي يبقى وقتها استعمل معادله اللينير ريجن على فكره تبقى انت في المساله مديك وبيقول لك هو ساتوريشن اوف اللينير ممكن ما يبقاش مديك يبقى انت كده بالنظر تشوف الجهود الفولتجز على الدرين والسورس والجيت وانت تعرف هو في اللينير ولا في الساتوريشن وتستعمل المعادله المظبوطه. طب افرض ما انتش عارف برضه افرض مثلا الجهد بتاع الدرين هو اللي مطلوب طب ما انا مش هعرف هو في فاللينير ريجن ولا الساتوريشن ريجن غير لما اعرف جهد الدرين علشان اعرف وفي نفس الوقت مش هعرف جهد الدرين غير لما احط المعادله واحل خلاص اسيوم ان هو في الساتوريشن وبعد ما اخلص حل شوف جهد الدرين طلع كام هل فعلا في الساتوريشن ولا لا ارجع اجرب اللينير ريجن او العكس. ماشي؟ يبقى انت في الاخر كل ده اسمه دي سي كاركترستكس والمساله اللي انا اديها لك بالشكل ده تعتبر مساله دي سي. يعني ايه دي سي؟ دي سي العادي اللي هو دايركت كيرنت يعني كيرنت دي سي مش متردد مش فيش اي سي كومبوننت. ماشي؟ في الاخر بتكون انا شغال على النقطه دي دي اسمها دي سي اوبريتنج بوينت. أو اسمها بايس بوينت. ماشي؟ مش نقطة اللي الترانزستور محطوط فيها، محطوط كدي سي كاركترستكس. ماشي؟ عندك مثلا ترانزستور كده ديك دايره وديك البارامترز بتاعتها وحسبت البي جي اس بتاعتك بتساوي كذا وحسبت معدل الترانزستور مع معدل الترانزستور طلعت جهد الدرين حسبت الدي سي اوبريتنج بوينت بتاعتي طلع ان انا ماشي هنا مثلا 1 ملي امبير وطلع ان الجهد ده في الدي سي بيساوي مثلا 3 فولت وبالتالي لما تيجي تحسب معدل التيار هنا طبعا في الحاله دي مش ساتوريشن تكسب معادلة 3 4 مليار دولار تكسب معادلة 3 4 مليار دولار يبقى الحل مظبوط حليت معادلة 4 مليار دولار جبت دي سي اوريدي. جيت بعد كده قلت لك والله دي هنا لا لا سيبنا الفن دي اوعى تقلق الفن دي ممكن تطلع الفن غلط ماشي
يعني انا ممكن تطلع غلط لان انا ما بحتاجش النيو والحاجات دي، ممكن اعرف حاجات. المهم جيت بعد كده نزود هنا سمول سيجنال، نزود سمول سيجنال. نحل ازاي؟ نحل ازاي؟ وانا جيت الدائره دي انا كنت فاير عارف، وانا حطيت هنا كنت بقى حاطط هنا دي سي فولت 2 فولت وحاطط عليه في اي، الفي اي دي كتبها سمول في مش كابيتال في، كتبت سمول في. والانبوت ما كتبتش اي لا كتبت سمول اي. عايز اقول لك ان ذيس از سمول سيجنال، كتبت هنا سمول سيجنال أكيد هيطلع لي هنا، أكيد هيطلع لي هنا، صح كده؟ طيب أعمل إيه بقى عشان أطلع الأوتبوت بدلالة الإنبوت؟ أقعد فيها من جديد بدل ما تكتب، أنت ممكن تعمل كده، إيه رأيك تعمل كده؟ ايه المقصود بالسمول سيجنال؟
فين السمول سيجنال هنا؟ بيم؟ مش 2 فولت. مفيش حد يقول لي سمول سيجنال يعني في جي اس سمول. في جي اس نفسه لازم يبقى كبير، لازم يبقى اكبر من الثريشولد. كان في الثريشولد بتاعك 1 فولت. في جي اس بتاعك لازم يبقى 1.1 ولا 1.2 ولا 2 ارقام كبيره. This is a DC value اللي هي 2 فولت دي. على ال 2 فولت على ال 2 فولت بزود اي سي سيجنال سمول سيجنال ستيمولس سمول سيجنال ريسبونس ستيمولس هو السمول مش الدي سي اوبريتنج بوينت ستيمولس هو السمول بص على الكيرف ده ايه ستيمولس عشان نبقى متفقين. بيجي لك مسألة دي سي مفيش حاجة اسمها سمول سيجنال في الدي سي. بقول لك الدي جي اس بيساوي 2 فولت ولا 3 فولت والفي دي هيساوي كام؟ هيطلع 2 فولت ولا ايا كان. كل الأرقام ديت بتدي لارج سيجنال بتحط المعادلة زي ما هي من غير أي تفصيل. لو جيت قلت لك سوبر امبوز اون الدي سي سيجنال سمول سيجنال small change هي دي small signal response ماشي نضيف فيها ميل مماس مفهوم؟ مفهوم؟ ايه قوة ميل المماس دي؟ ايه قوة ميل المماس؟ يعني دي is very significant it's very significant ان انا حددها بالشكل ده او بلاش it's very significant ان انا بسطتها التبسيط ده انهي تبسيط ان انا جبت ميل المماس واعتبرت ان الريسبونس از ستريت لاين في الحته دي طالما الدلتا اكس دي ما بتتغيرش كتير طبعا لو الدلتا اكس دي بتتغير كتير انا هبقى ماشي على الكيرف المعروف ده ما ينفعش اقول ان انا خط مستقيم لكن as long as the excitation is small as long as it is small signal انا عايز اشوف انا بقول small signal دي كام مره مش ده الفكرة. الفكرة انها تحولت لدايرة لينير. الدايرة دي دايرة دي دايرة لينير ولا نون لينير؟ يعني لو جيت تكتب المعادلات التي تحكم ايه المعادلة اللي تحكم دي؟ اي بتساوي دلتا في على ار لينير بس المعادلة دي نون لينير حتى لو عملت النمبر باي دي نون لينير ماشي؟ نون لينير دي حاجة ما بنحبهاش لها مقارنين في الدي سي سهل لكن في الاي سي مش حلو فنتجنبها قدر الامكان في حاجه نتجنبها قدر الامكان ماشي اللينير احسن بكتير من النمبر ايه ليه بقى اللينير اسهل في الحسابات يعني انا مش ما تهمنيش الحاجات دي شكرا شكرا اللينير في خاصيتين الحقيقه مهمتين جدا انه الهارمونيك كونتنت ما بيتغيرش الهارمونيك كونتنت ما بيتغيرش الحاجه ايه كلامنا كبير بس انت المفروض تعرف واي بتساوي اكس
او 5 اكس او 7 اكس زائد 3 او ايا كان، بس بتاخد خط مستقيم بص عليها واي بتساوي اكس او 5 بلاش اي حاجه 5 اكس ناقص 3 ايا كان. لو الاكس ذا ساين ويف يبقى واي هتبقى ايه؟ ساين ويف صحيح هتتضرب في 5 وتزود عليها دي سي ليفل اللي هو بيساوي 3 ولا ناقص 3 ايا كان، بس الساين ويف هتطلع لك ايه؟ ساين كوساين اوميجا هتطلع كوساين اوميجا. طيب لو اكس بتساوي كوساين اوميجا 1 بلس كوساين اوميجا 2 حطها في المعادله كده الواي هتطلع ايه؟ كوساين اوميجا 1 بلس كوساين اوميجا 2. طب لو اكس عباره عن 10 هارمونكس كوساين اوميجا 1 بلس كوساين اوميجا 2 بلس كوساين اوميجا 3 بلس كوساين اوميجا 4 هيطلع واي بتساوي كوساين اوميجا 1 بلس كوساين اوميجا 2. صحيح مضروبين في سكيل بس نفس الهارمونيك اللي دخل هو الهارمونكس اللي خرج، نفس الهارمونيك كونتنت هو هو. تخيل بقى لو كانت واي تساوي اكس زائد اكس سريع. لو الاكس بتساوي كوساين اوميجا تي، واي هتساوي ايه؟ تساوي كوساين اوميجا تي زائد كوساين تربيع اوميجا تي. وكوساين تربيع اللي هي كانت ايه؟ نص زائد نص كوساين 2 اوميجا، يعني انا انت دخلت هارمونيك اوميجا طلع لك اوميجا و2 اوميجا. ال2 اوميجا دي ظهرت ازاي؟ ظهرت من النان لينياريتي اوف ذا سيركت. فانت سيادتك بترسل ارسال على تردد 100 ميجا هرتز طلع لك كومبوننت عند ال 200 ما كانش مقصود. ماشي؟ طب تخيل بقى ان الكوساين دي تساوي كوساين اوميجا 1 بلس كوساين اوميجا 2 تحطها في المعادله. الترم الاولاني اكس سهل دي كوساين اوميجا 1 بلس كوساين اوميجا 2، بس الترم الثاني هيبقى ايه؟ كوساين اوميجا 1 بلس كوساين اوميجا 2 الكل تربيع. ده بيساوي ايه؟ كوساين تربيع الاولاني هيديك كوساين 2 اوميجا 1، وهيديك كوساين تربيع الثاني كوساين 2 اوميجا 2، وهيديك كوس الاولاني في الثاني كوساين اوميجا 1 وكوساين اوميجا 2. وكوساين اوميجا 1 في اوميجا 2 كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي كوساين المجموع زائد كوساين الفرق. فيطلع لك اوميجا 1 بلس اوميجا 2، يطلع لك اوميجا 1 ماينس اوميجا 2. عايزك بقى تعملها لو المعادله فيها تكعيب، لو الواي بتساوي الاكس تكعيب، ودخل كوساين اوميجا 1 بلس كوساين اوميجا 2 الكل تكعيب، هيطلع لك 3 اوميجا 1 و3 اوميجا 2، وهيطلع لك 2 اوميجا 1 بلس اوميجا 2، 2 اوميجا 1 ماينس اوميجا 2، 2 اوميجا 2 بلس اوميجا 1، 2 اوميجا 2 ماينس اوميجا 1. تقعد تطلع 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 حاجات 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 حاجات، وتلاقي يا ربي انا مدخل في الدايره 2 ساينوسويدز جنب بعض، طلع لي حاجات تقريبا لا حصر لها من الهارمونكس عماله تطلع في كل مكان. ماشي؟ فدي خاصيه معروفه اي نون لينير اوبريشن، دي مش الكترونكس دي رياضه. اي نون لينير سيركت هتديك هارمونكس كتيره خالص مختلفه عن الهارمونكس اللي انت دخلتها. الخاصيه الثانيه المهمه جدا في اللينير سيركتس اللي هي اهم من الاولانيه كمان، زي ما زميلك قال، اف اتس لينير سيركت سوبر بوزيشن هولدز، اقدر اطبق سوبر بوزيشن. سنان لينير سيركت ما اقدرش اطبق سوبر بوزيشن، صح كده؟ مظبوط. واي بتساوي اكس، لو اكس بتساوي 1 زائد 2 تقدر تعامل الواحد لوحده والاثنين لوحدها وتجمع المجموع. لكن لو عندك اكس تربيع اكس تكعيب الكلام ده ما ينفعش، صح؟ سوبر بوزيشن will apply only in linear circuits. Only in linear circuits. ودي مهمة جدا. تخيل انا بديك دايره وفيها كذا ستيمولس، فيها كذا ستيمولس، يعني السيجنال اللي على الجيت دي فيها 2 كوساينز، او في 2 سيجنالز مجموعين، او في سيجنال على الجيت وفي نفس الوقت في سيجنال على السورس، او في نفس الوقت في سيجنال على الدرين. يعني الدايره فيها كذا سيجنال بتتغير، طلب منك الاوت. لو الدايره لينير سهله اعتبر السيجنال الاولانيه بصفر، يعني ما بتتغيرش ثابته، وحل جيب الحل الاول وبعد كده اعتبر الثانيه هي بتصفر
نجيب حل الاولانيه، نجيب الحل بعد كده اجمعها سوبر بوزيشن. ليه؟ اتس لينير سيركت. اف اتس نون لينير سيركت كل ده ما ينفعش. مفهوم؟ سمول سيجنال ريسبونس اتمبتس تو لينيرايز ذا سيركت. احنا بنلينيرايز بنقلبها لينير. بنقلبها لينير. وده فاليد طالما ان السيجنال سمول. السيجنال الانبوت والسيجنال التي نتجت عنها الاوتبوت برضه سمول. سمول بالنسبه للكيرف، بالنسبه للايرور اللي انت ممكن تستحمله في النتيجه. ماشي؟ هو ده قوه السمول سيجنال اناليسيس انها بتلينيرايز. هتلاقي بعد كده كل ما نتكلم عن سمول سيجنال اناليسيس هتلاقي ان احنا بنتكلم على لينير اليمنتس. والايكويشن لينير. بتحلها حل بسيط ومعدات بسيطه وسهله. Because we linearize the circuit احنا بنconsider ان هي linear. ماشي؟ مع قوة ال linear circuit. مفهوم؟ وبنlinearize ازاي؟ linearize اي معادلة. تعالى جبت لك كيرف. جبت لك الكيرف ده. وقلت لك هتديني رايز تقول لي ايه؟ هتقول لي هات لي النقطه اللي انت شغال عندها اللي هي اسمها دي سي اوبريتنج بوينت او البايس بوينت. وهات لي دي واي باي دي اكس عند الدي سي اوبريتنج بوينت. دي واي باي دي اكس ده باللاين. شوف انت شغال فين؟ هات لي بين المماس والنقطه. بعد كده اعتبر انه الايكويشن التي تحكمك بتحكم الديفايس بتاعك هي بتاعت الخط المستقبل. ماشي؟ ده اللينيرايزيشن هو ده السمول سيجنال. نقرا بقى الكلام ده تاني تشوف هتفهم الكلام ده ولا لا. دي سي فولتج محترم يكون شانل، في دي اس ممكن يبقى في فرق 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 محترم، كل ده بيجي دي سي. بس كده هتعمل سمول سيجنال اناليسيس دي سي. اعتبر ان السيجنالز المضافه هي الصغيره. What is the changing signal of the transistor is a small signal. Superimposed on the DC bias. Do we still need to use the cumbersome equations? التربيع والحاجات دي لا. Answer is no. Instead we can linearize the response around the bias point and we end up with linear equations instead of quadratic ones. So how would that small signal model? بتاع يعني انت لو حبيت اجيب ايه الترانزستور هنا بتاع الترانزستور بيساوي ايه؟ اول حاجه الترانسكوندكتنس اهم حاجه في الترانزستور في الانلوج جي ام الترانسكوندكتنس جي ام هي السنسيتيفيتي اوف الترانزستور تو اتس كنترولينج فولتج. لو غيرت البي جي اس قلت لك انا بتكلم هنا على ده تيار البي جي اس تيار ماشي في الدريل هيغير قد ايه؟ ده تعريف اسمه ترانس كوندكتنس. لو انت بتصير دوت في الكلام هتقول ايه؟ هتقول تغير الدريل كرنت بالنسبه لتغير ايه؟ البي جي اس. لو هتصير صياغه احسن من كده هتقول السنسيتيفيتي اوف ذا ترانزستور وإتس كنترولينج فولتج، ما ده كنترولينج فولتج. لما بغير كنترولينج فولتج، الترانزستور بيتغير، التيار بيتغير في إيه؟ هي دي حساسية الترانزستور الكنترولينج فولتج، كل ما القيمة دي بتزيد كل ما الجين هيزيد، صح كده؟ عندك ترانزستور بيتغير في الجي إف الفي جي إس بتاعه 1 فولت صعودا أو نزولا، التيار بيتغير جامد قوي. الجين بتاعه تبقى عالي، ده زي ما تعتبره الجين بتاع الترانزستور. تقدر تعتبره زي ما يكون الجيت بتاع الترانزستور بس ما يصحش اسميه جيت. ليه؟ اليونتس هنا ايه؟ فرع على اوت. واحد على اوت ما ينفعش تسميه جيت، تسميه ترانس كوندكتنس. واحد على ريزيستنس اسمها كوندكتنس، ماشي؟ لا اسمه كوندكتنس بس اسمه ترانس كوندكتنس العابره، لان هي بتديك تغير التيار على تغير فولتج اخر. مش الفولتج اللي عليه، مش في جي اس، لا في جي اس. ده ترانس كوندكتنس طالب من الترانزستور. وفاير كون سيجنفاي الفولتج لمجرد كونفرجن
ناس من الفوتو ستار كونفرجن والدايت افكت دي والفايت يوجوالي فايند ان ساتوريشن مو الكلام ده في الساتوريشن يا جماعه ما بنتكلمش عن فاتس كونفرجنس في الدنيا دي ديفور جي ام سام هذا الكلام ده بقى هيبقى كام بيساوي ايه الساتوريشن ريجن في المعادله اهي لما بنيجي نحسب الجي ام في العاده بنهمل اللامدا في حساب الجي ام ماشي كانت لو خليت اللامدا بزيرو تبقى الحد ده مش موجود ويبقى الجي ام محدش غير يساوي هذا الكلام ماشي الجي ام طيب لو انا حبيت اعبر عن الجي ام بدايات التيار اعمل ايه؟ دي معادلة الجي ام؟ صح؟ طب هو الفي جي اس بيساوي كام بالنسبة للتيار؟ هو المعادلة اللي فوق دي لسه موجودة معانا لسه غلط صح كده؟ لو انا هعتبر اللمبة بزيرو الفي جي اس ودي حالة بتحصل كتير يعني مثلا في المعمل اديك ترانزستور واقول لك احسب لي الجي ام تقول لي الدبليو ار بتاعته بكام انا ما اعرفش انا مش عارف افتحه وابص عليه لكن انا عارف ان انت لما بتحط عليه في جي اس بكذا بيمشي لي تيار بكذا تقدر تجيب لي الجي ام بتاعته يعني هات لي الجي ام بدلاله التيار والفي جي اس وشيل من المعادله الدبليو ار والسي اوكسايد برضه ما اعرفهاش والنيو حتى برضه ما اعرفهاش صح كده؟ فانت خلاص ادي معادله الجي ام. المعادله دي موجوده معايا. شيل ده وحط بداله اي على ده تربيع. دي معادله الجي ام. ماشي؟ يبقى الجي ام تساوي هذا الكلام. دي معادله براغي جبت لك بقى مساله. تمام؟ طالب منك الجي ام تعمل ايه؟ تعمل ايه عشان تجيب الجي ام؟ عايزها بالارقام مش بالاكسبريشن، عايز تقول لي كذا امبير بير فولت. تعمل ايه؟ اول حاجه تحل الدي سي اوبريتنج فولت. ما انت مش هتعرف تجيب الجي ام غير لما تعرف الدي جي اس ماينس دي سبريشن بكام؟ والدبليو على ال بكام؟ صح؟ أو لو أنت مثلا تبص على آخر معادلة تحت مش هتقدر تجيب الجي إم غير لما تعرف التيار بكام والفي جي إس بكام. القيم دي هل دي سبورت سيجمنتس؟ دي الدي سي فاليو تسأل توصل للبايس بوينتس. ماشي زي المسألة دي مثلا أو دي هنا الجي ام الدي جي اس هتعوض عنه كام؟ ايه؟ دي سي فاليو بتاعته ماشي؟ ذا فيرست ستيب انك تجيب الدي سي اوبريتنج بوينت وتقول لنا الكلام ده 10 مرات النهارده. اول تجيب الدي سي اوبريتنج بوينت وبعد كده تقدر تجيب ميل المماس. واضح ان ميل المماس هيتغير على حسب الاوبريتنج بوينت. صح؟ في الكيرف الخيالي ده في الكيرف النص والديسكور برضه هتلاقي الديس الميل المماس الترانسكوندكتنس از ا فانكشن اوف الدي سي اوبريتنج بوينت بالاضافه للدايمنشنز فانكشن اوف دي سي اوبريتنج مفهوم؟ انت لما تيجي مساله اول خطوه في المساله في العاده لو انا طالب منك الرقم نفسه ماشي مش اكسبريشن يبقى في دي سي اوبريتنج بوينت حل الدي سي اوبريتنج بوينت يا اما انا مديهولك يا اما انت تحل وبعد كده تعوض في المعادلات دي تجيب لي الجي ام بتساوي كذا مفهوم؟ اي دايره ولما تيجي تصمم دايره
ديزاينر بيقعد مدة طويلة يظبط الدي سي اوبريتنج بوينت بتاعته، هو عاوزها شغالة فين. وبعد ما يظبط الدي سي اوبريتنج بوينت بتاعته يبدأ وقتها ينجكت سمول سيجنال ويشوف الجيم بتاع الامبليفاير شكله ايه والكلام ده. مفهوم؟ على ذكر بقى الديزاينر، عايزك تعتبر نفسك ديزاينر وبتختار الدي سي اوبريتنج بوينت بتاعتك مثلا، وقول لي كده بص على السبوره، قول لي الجي ام بتعتمد ازاي على الفي جي اس؟ ليه؟ عكسيا لان الجي ام معتمد على الفي جي اس عن الفيت راشد اللي هو في المقام، وبالتالي كل ما يزيد الفي جي اس عن الفيت راشد الجي ام بتقل، مع انه برضه معتمد عليه طرديا، وكل ما يزيد الفي جي اس عن الفيت راشد الجي ام بتزيد. يعني معتمد عليه عكسيا ولا معتمد عليه طرديا؟ طرديا عكسيا طرديا. ليه؟ طيب بنعتمد على التيار ازاي؟ طرديا ولا تحت الجاز؟ الاجابه ان الجي ام بتعتمد عليه طرديا او تحت الجاز. واخد بالك انهي معادله بتقول صح وانهي معادله غلط؟ كلهم صح. كلهم صح. الغلطه في اللي بيطبق. كلهم صح، وبالتالي الجي ام ممكن تعتمد، يعني بصوا عشان ما اقعدش نطول في الكلام. الجي ام تعتمد على الفي جي اس والسكيت راشد طرديا لو ده اساسي. تعتمد عليه عكسيا لو ده هو اللي ثابت، وتعتمد على التيار تحت الجاز لو ده ثابت. لازم تشوف ايه اللي ثابت. طب افرض واحد بقى، افرض واحد انا بديك مساله مبني على اللي ثابت، والبي 1 والسي اوكسايد طبعا ثوابت من كده، ماشي؟ يعني انت في مرحله الديزاين ومش بتغير الدبليو على ال، انت مثبت الدبليو على ال بتاعتك وعايز تكبر الجي ام، احسن لك تكبر الفي جي اس. معادله كده بتقول كده، لو انت مثبت ده وصام بيزرق انت مش هتغيره، مفروض عليه مثلا. او جبت اخ ولا اي حاجه. لو ده ثابت ده مش في ايدك اصلا، عايز تكبر الجي ام بتاعتك تعمل ايه؟ بص على المعادله الاولى، كبر الفي جي اس ما تزيدش. واضح؟ خلاص مش لازم تبص عليها. طب افرض بقى ديزاينر ناسي المعدل ده وناسي المعدل ده ومش فاكر غير المعدل ده، مش فاكر غير المعدل ده، ماشي؟ وهو ديزاينر بص كده وقال لك مش المعدلات دي كلهم جايين من بعض، يعني كلهم فاليد، يكفيني ان افتكر واحد. فالراجل قال لك خلاص انا هفتكر واحد، وخلاص ومسح من دماغه نمره واحد اثنين وفاكر نمره ثلاثه. وبعدين انا مديله مساله بقول له الدوري على الاقل بتاعتك ثابته وعايزك تكبر الجي ام. خد بالك انت حط نفسك مكانه، انت مش فاكر غير المعادله نمره ثلاثه. هيحصل معاك تيجي تقول والله انا فاكر المعادله نمره ثلاثه صح كده، عايز اكبر الجي ام، خلاص صغر الفي جي اس ماينس في ثراشر. تيجي تصغر الفي جي اس ماينس في ثراشر تلاقي الجي ام بتاعتك صغرت في الريتش. الله ايه اللي حصل؟ مش انا صغرت ده؟ بعد شويه تكتشف ان انت صغرت ده، لكن ده صغر وصغر الضعف. صغرت ده 10% وده صغر عشان هنا في تربيع، صغر 20%. فادركت ان انت لما بتصغر ده طالما ده ثابت فده بيلعب معاك. وقتها تروح راجع تاني وتقول خلاص انا هكبره. تكبر ده، تكبر ده 10% هتلاقي ده كبر معاك 20%، وهتلاقي الجي ام بتاعتك كبرت. في الاخر هتوصل للحل الصحيح ولا لا؟ هتوصل للحل الصحيح، لكن هتاخد خطوتين عشان انت ناسي المعادله الاولانيه. لكن كل المعادلات دي ايكويفالنت، ماشي؟ كل المعادلات دي ايكويفالنت. ولما يجي بعد كده اقول لك، لما اجي اقول لك بعد كده هي الجي ام بتعتمد على في جي اس مع سبي ثراشولد ازاي؟ او اقول لك هي الجي ام بتعتمد على الاي دي ازاي؟ تقوم ترد عليا وتقول لي هو انت مثبت ايه؟ ما تجاوبش. ما
يقول لي هو انت مثبت ايه قبل الاجيال؟ ماشي، لو مثبت الدبليو على ال يبقى المعادله الاولانيه هتقول لي، او المعادله الثانيه هتقول لي الجي ام معتمد على جذر التيار. لكن لو قلت لك انا مثبت البي جي اس يبقى وقتها الجي ام معتمد على التيار نفسه. ماشي، وهكذا لازم هي راح مثلث. ما ينفعش اسالك السؤال ده وتجاوب، المفروض ما تجاوبش، تقول لي هو انت مثبت ايه قبل ما تجاوب؟ مفهوم؟ وادي لما تكون هنا اهو، لو دبليو على ال كونستنت ده اللي بيتغير، يبقى الجي ام معتمد على جذر التيار ومعتمد على الفي جيس اند سبيد بريشر برضه جنبي. لكن لو كان الفي جيس اند سبيد بريشر هو اللي ثابت والدبليو على ال هي اللي انت عمال تغيرها، هتلاقي انها معتمد على جذر الدبليو على ال ومعتمد على الفي جيس اند سبيد بريشر، هيبقى معتمد هنا على التيار وهكذا. هنا ثبت ده وهتبدا يتغير المعتمد على التيار بالشكل ده الواحد، تقدر تشوف ايه اللي ثابت وايه اللي بيتغير ومنها تقدر كويس. كل ده اللي انت محتاج تعرفه هنا ان الثلاثه دول فاليد، هي اربعه مثلث بي جي اس اي دي دبليو على ال، شوف ايه اللي بالايه الثابت تقدر تعرف الايه الجي ام بتتغير ازاي مع الايه التغيير. ماشي، وهنا دي هنا يعني دي ظريفه برضه اللي احنا بنقولها، ظريف ان احنا نقولها هنا كل ما دبليو على ال كانت اول الحاجات اللي احنا بنغيرها. ماشي، في ايدك الديزاين دبليو على ال اتغير. لو انت عايز جي ام كبيره كبر الدبليو على ال، كبر الدبليو صغر، لكن كل حاجه ليها ليميت، كل حاجه ليها ليميت. دبليو بتكبر قوي بتعمل مشاكل، بتعمل بارازيتك كوستنس، وبعدين الدبليو اللي انت عملت الكفاره فرحان بيها دي الدايره اللي قبلك هتعاني علشان تتغير. ماشي، فانت ليها حدود معينه. ماشي، ساعات تبقى محدوده بالاريا المسموح، ساعات تبقى محدوده بالبارازيتك كوستنس اللي هتنشا، الفريكونسي ريسبونس اللي انت عاوزه، شويه حاجات كده. فانت الدبليو على ال دي تكبرها الى حد معين، تقدر تكون زي ما تكون جابت اخرها مثلا. وقتها تبقى الدبليو على ال هي اللي ثابته، وعايز اكبر الجي ام، فانك تكبر وقتها الجي ام ان انت تكبر بي جي اس ماينس بي ترش. هيجي على حساب ايه؟ ثاني مساله اهو، الدبليو على ال ثابته كبرنا الجي اس ماينس بي ثريشولد، نتج عن كده ايه؟ الجي ام زاد، ايه الضريبه اللي دفعناها؟ طب بلاش نقولها تاني من الاول، دي اسئله حلوه دي والله ظريفه. واحد عايز يكبر الجي ام، عم يكبر الدبليو على ال، ايه الضريبه اللي دفعها؟ الاريا، السايز، ماشي؟ مع ظواهر اخرى في بارازيتك كاباسنس وشويه حاجات زي كده. طيب، واحد عايز يكبر الجي ام ف راح مكبر الفي جي اس ماينس بي ثراش، مثبت الدبليو على ال، الضريبه اللي دفعها باور كونسمشن، لان الاي هيزيد جامد، مثبت الدبليو على ال والفي جي اس ماينس بي ثراش ده هي موجوده تربيع في المعادله بتزيد، التيار هيزيد جامد، فانت كده دفعت الضريبه بتاعتك ايه؟ الباور كونسمشن. طيب في الحاله الثالثه اللي هي بتحصل كتيره جدا في الديزاين، التيار ثابت مفروض عليك باور كونسبشن ما نزلش عن كذا، فالتيار بقى ثابت، العب بقى في الدي جي اس ماينس في ثريشولد او الدبليو على ال، لكن التيار ما تزودهوليش عن كذا. عايز تكبر الجي ام تعمل ايه؟ طالما انا قلت لك التيار ثابت بص على المعادله دي، اسهل واحده اسهل واحده، التيار ثابت عايز تكبر جي ام وقتها ايه؟ صغر بي جي اس ماينس بي صغر بي جي اس صغره ازاي؟ كبر الدبليو على اللي جامد. ما هو المعادله اصلا كانت بتقول ايه؟ المعادله الاصليه اه انسى المعادله
انت عايز تشغله بحيث ان الرقم ده بصغير خالص، لو ده ثابت اصلا ده اتفرج عليه، عايز ده يبقى صغير خالص كبر علشان في الاخر يديك الرقم السلبي. ماشي؟ ده بقى بيحصل كتير في الديزاين. يعني ايه؟ هنا لو التيار ثابت وعايز تكبر الجي ام تصغر الجي اس مع الجي اس. الطريقه اللي بتعملها بتدخل بقى السايز. هتكبر احيانا لما يبقى السايز مش مشكله او مضطرين يكبروا يقعد يكبر 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 وفعلا الجي ام ايه تتحسن معاك. افتكر لو الفي جي اس ماينس في ثراشل بتساوي 0.2 وضعفت الدبل فور سيف كرنت هتلاقي في جي اس ماينس في ثراشل قلت بجذر 2. لو رحت ضعفت الدبل تاني هتقل بجذر 2 تاني وتقعد تضاعف الدبل بتاعك الدبل تلاقي في جي اس ماينس في ثراشل بدل ما هي 0.2 بقت 0.1 بعد كده بدل ما 0.1 بقت 50 ملي فولت يا دوبك فوق الثريشولد. جامد بزيد. وبعد كده تساوي كبر الدبليو كمان. تلاقي ايه بقى الفي جي اس مع الفي ثريشولد يا دوبك 25 ملي فولت. صح كده؟ تفضل تكبر تكبر وتقول يا ربي مش عايز اتوقف. وتلاقي انك مشغل الترانزستور على حدود الثريشولد. مش بس كده. احنا قلنا في اول محاضره احنا ايه الكورس بتاعنا ترانزستور يا اما اون يا اما اوف. لو الفي جي اس اقل من الفي ثراشولد 5 مفيش شانل ومفيش كوندكشن، ولو اعلى من الفي ثراشولد 5 الشانل موجوده ومكتمله. صح كده؟ احنا بنعتبره باينري كده 1 و 0، بنعتبره يا اما سترونج انفرجن يا اما مفيش انفرجن. لكن في واقع الامر مش كده، تلاقي ان في حاجه اسمها مودريت انفرجن، حاجه اسمها ويك انفرجن، وهتلاقي انك بيشغلوا ترانزستور والفي جي اس ماينس في ثراشولد نيجاتيف كمان. يعني بيبقى الفي جي اس لسه ما عداش الفي ثراشولد وتبقى الشانل بتتكون ويديك جي ام اعلى اعلى اعلى. ده بيسموه سب ثراشولد كوندكشن او سب ثراشولد اوبريشن. اوبريشن ما دون ثراشولد، ما تحت ثراشولد. وبتلاقي فعلا الجي ام بتبقى عاليه في الحاله دي. وبتلاقي ان التيار في الحاله دي ما هوش زي ما الدكتور علمك في المحاضره وقال لك يساوي صفر. لا، التيار بيبقى صغير لكنه واخد اكسبوننشال ايكويشن. الاكسبوننشال ده تيجي تجيب ميل المماس في الاكسبوننشال يطلع كبير قوي، ويطلع الجي ام كبير قوي. يبقى شغال في تيارات صغيره بالمايكرو امبيرز او بالنانو امبيرز صحيح. التيارات صغيره صحيح. لكن الـ DI by DV ميل المماس كبير جدا. ماشي؟ بيشغله في السب ثريشولد اوبريشن. ماشي؟ فهمنا الـ GM وفهمنا الـ A الكونسبت هنا بتاع الـ Transconductors. في حاجة تانية في الـ Small Signal Model. حاجة بقى اسمها الـ Output Resistance. نرجع تاني للمعادله بتاعتنا. ادي المعادله. وبعدين طلبت منك دي اي باي دي في جي اس. قلت لك سيركت في دي اس. ماشي؟ وبعد شويه قلت لك هتعتبر الالجوريزم. ماشي؟ المره دي بقى عايز تجيب لي دي اي باي دي في دي اس. انا عندي اثنين فولت في فولتين هنا. تو فولتجز بيتحكموا بالتيار. خد منهم لود تأثير كبير قوي في جي اس، وخد منهم لود تأثير طفيف لأنه مطلوب في لندا ولندا دي صغيرة لكنه موجود. لو طلبت منك دلتا اي باي دلتا في دي اس وخلي ده كونستنت مش زيرو لكن كونستنت 2 فولت مثلا، مفيش عليه سموك سيجنال، مفيش عليه اكسيتيشن، مفيش عليه اي سي سيجنال ثابت، دلتا بتاعته بزيرو. هنجيب دلتا اي باي دلتا في دي اس. هيطلع تساوي ايه؟ المعادله دي فاضل لي لو سمحت بالنسبه لفي دي اس. تساوي ايه؟ تساوي كل ده مضروب في لندا. صح كده؟ طب والقيمه دي كام؟ مش هي تقريبا بتساوي الاي دي؟ مش هي تقريبا بتساوي الاي دي؟ طلعنا صغيره.
فاضل دوت بالنسبه للبي دي اس هيطلع ايه؟ تفاضل ده صفر وتفاضل ده بلس. يبقى كل الرقم ده مضروب في العقل، الرقم ده تقريبا هو الاي دي. يبقى تفاضل اي دي بالنسبه للبي دي اس هو العمله في اي دي. اي دي بالنسبه للبي دي اس يساوي لامدا مضروبه في اي دي. فهمت؟ دي بتسميها اوتبوت ريزيستنس. ده ديفينيشن. نجيب دلتا اي دلتا بي دي اس وبعدين تاخد المضروب بتاعه وده الريزيستنس بتاعته بيبقى امبير على فوق واحد على فوق صح؟ كل المضروب بيدي اوتبوت ريزيستنس واحد على لامدا اي دي. مره ثانيه قلت لك مسألة وقلت لك فايند الاوتبوت ريزيستنس. أول حاجة إنك تعمل الـ DC operating point عشان تعرف الـ ID كام. قلت لك والله الريزيستور شغال وماشي فيه 1 ملي أمبير. الريزيستور شغال ماشي فيه 1 ملي أمبير. اللامدا بتاعته بتساوي 0.1. الـ R-output بتاعته بتساوي كام؟ 1 ملي أمبير اللي هو الـ DC quantity اللي أنا عايز تعمل الـ DC operating point ضرب 0.1 تاخد المعلوم ودي من 10 كيلو اوم. 10 كيلو اوم هي الاوتبوت بتاعته. هو احنا قلنا قبل كده ان اللامدا بتاعتها 1 على فوق. فده الاوتبوت ريزيستنس بتاعه. مفهوم؟ ليه سميناها اوتبوت ريزيستنس؟ ليه سميناها اوتبوت ريزيستنس؟ عشان يعني بس الريزيستور resistance. هي بتمثل resistance. هي بتمثل resistance. هي بالظبط بتمثل resistance. فاكرين لما قلنا الترانزستور في الساتوريشن عباره عن ايه؟ لو اهملت اللمبه عباره عن current source يعني ادي ديفايس اللي هو ثلاثة تيرمز درين وسورس وجيت. التيار اللي ماشي ما بين الدرين والسورس هل معتمد على الجهد ما بين الدرين والسورس؟ لو اهملت اللمبة دلوقتي لا يعتمد. يبقى ده كارنت سورس. التيار اللي ماشي فيه لا يعتمد على الجهد اللي عليه، يعتمد على الجهد بتاع طرف ثالث هو الدي جي اس. فالفولتج كنترول كارنت سورس. طب لو ما اهملتش اللمبة هتقول ايه؟ هتقول هو برضه فولتج كنترول كارنت سورس لان ده اللي بيتحكم في معظم التيار مع حبه ريزيستنس الفرق. في بعض التاثر الطفيف بالجهد اللي عليه. الجهد اللي عليه بيتاثر في التيار لكنه تاثير طفيف. اللي هو فولتج كنترول كارنت سورس قارن معاه حبه ريزيستنس. قارن معاه حبه ريزيستنس. ماشي؟ كده بنيجي بقى في سمول سيجنال موديل. سمول سيجنال موديل ونقول بقى ايه الفكر الخالده في الانالوج الكترونكس بتاع دي في الساتوريشن ريجن. مره ثانيه ساتوريشن ريجن يو كان ريموف ذا ترانزستور. نحط الكلام ده لو انت بتعمل سمول سيجنال اناليسيس. شوف دي رقم ايه؟ رقم يعني المره ال 20 اللي انا بقولها سلايد ليير من سمول سيجنال موديل. ماشي. بعد ما تجيب الدي سي اوبريتنج بوينت عندك سمول سيجنال اللي عايز تتعامل معاهم. بعد ما تجيب الدي سي اوبريتنج بوينت وتعمل سمول سيجنال اناليسيس ممكن وقتها تشيل الترانزستور اللي في الساتوريشن ريجن وتحط بداله تو لينير ديفايسز. تو لينير ديفايسز. الديفايس الاولاني از فولتج كنترول كارنت سورس. وقيمته بتساوي ايه؟ جي ام في الجهد ده. جبت الكلام ده منين؟ ارجع تو سلايدز اهو ثلاثه سلايدز. جي ام هو تغير تيار الدرين لما الجهد بتاع الدي جي اس يتغير. عبر عنه ازاي في الديفايس اللي ما هو ده رياضي يعني صح كده؟ سلايد دي رياضي يعني جبت لك مساله وتجيب ارقام وتحط في معادله ومفهومه بالنسبه لك. طب ازاي ده على دايره؟ تفيجوالايز ازاي في الدايره؟ ترسمها ازاي في الدايره؟
السن هذا كده ما هو الا فوتش كنترول ترانسفورم اهو. ادي الديفايس بتاعي اعتبر ده مش موجود دلوقتي. تسال نفسك تعمل سمول سيجنال اناليسيس يا ترى التيار اللي في البرين هيتغير ازاي لما الفي جي اس تتغير. This is a small v small signals. والله لما الفي جي اس يتغير هو قال لي انه بشوف تغير في الفي جي اس لو في الجي ام يديك تغير في التيار مش يديك معدل يبقى تغير في الفي جي اس. لو ضربت في الجي ام هيديك تغير في التيار اه. يبقى تشوف الفي جي اس كام ضربت في الجي ام يديك السمول سيجنال في الناس. انت عبرت عن الترانسكوندكتنس الديفايس ده فولتج كنترول كارنت سورس. طب والار اوت اللي جبناها الار اوت كان تعريفها ايه؟ الار اوت كان تغير الاي دي لما بيتغير الجهد اللي عليه ده بي دي اس ريزيستنس. هتغير الاي دي لما يتغير البي دي اس التيار هيتغير بايه؟ كونسورت واحد على الار اوت دي تعبر عن الاوتبوت ريزيستنس. يبقى ده الدايره بتاعتي تحولت الى لينير ديفايس. الترانزستور بتاعي بشيله وبحط ده تو لينير ديفايسز فولتج كنترول كرنت سورس مع اوتبوت ريزيستنس. مفهوم؟ اسال السؤال ليه طيب انسى السؤال ده دلوقتي بعد شويه. مفهوم الكلام ده؟ زي ما انت شايف طلع الترانزستور طلع الترانزستور في الساتوريشن ريجن عباره عن كرنت سورس بس مش ايديل. هو امتى يبقى ايديل؟ لو الار اوتبوت بما لا نهايه يعني لو اللامدا بصفر لو اللامدا في المقام ماشي. مين اللي سأل دلوقتي ليه مش موجود في الـ في اللارج سيجنال؟ موجود اللارج سيجنال المعدل بتقول ايه؟ بي جي اس عايز يتكشف التربيع في واحد زي اللامدا بي دي اس. ده معناه ان هو ريزيستنس على السلام. لا ما تحطوش لو عملت اللامدا عملت اللامدا ما بيبقاش موجود يبقى اي دي. لكن لو حطيت اللامدا موجود. نفس الشيء هنا لو عملت اللامدا اللامدا بصفر يبقى الار اوت هنا بلا نهايه صح كده؟ يبقى انت عندك هنا ترانزستور في السمول سيجنال اوبريشن از ايكويفالنت تو في الساتوريشن ريجن از ايكويفالنت تو ا كرنت سورس وذ ا فاينايت اوتبوت ريزيستنس وذ ا سيرتن اوتبوت ريزيستنس زي ما انت شايف. مفهوم الكلام ده؟ لو الفي جي اس بتاعتك بتساوي 1 ملي فولت والجي ام بتاعتك بتساوي 10 امبير بير فولت الفي جي اس بتساوي 1 ملي يمشي من السورس للدرين. اوعى تقول كده. ما يجيش حد يرفع ايده ويقول لي ده 1 مللي فولت ماشي. حل لك المساله. لا
ماينس 1 ملي فولت لا مش ده انا خدت انه لازم الجيتي بقى على السورس واذا ما اشتغلش الناقص ده يبقى ترانزستور مش شغال ناخد صفر على طول ليه؟ احنا هنا بنتكلم عن سمول سيجنال زي جنبها عام مش اللارج سيجنال سمول سيجنال احنا بنتكلم عن فاريشن بنتكلم على الدلتا في جي اس انا لما اقول لك هنا ان في جي اس سمول في جي اس مش هنا قل شويه ده معناه ماشي افهم احنا بنتكلم على ايه This is a small signal model. Small signal. Deltas. Changes. Changes. مفهوم؟ أفندي. لحد شوف. الكرنت الكلي في أي لحظة من اللحظات يساوي الدي سي كرنت زائد هذا الكرنت. ماشي؟ ماشي؟ الكرنت الكلي كلي لازم يمشي من دريل السورس ماشي صح والفي جي اس الكليه لازم تبقى رقم موجب واعلى كمان من الفي ثراشولد لكن انا هنا بتكلم على تشينجز فقط تشينجز فقط مفهوم في لخبطه ولا مفيش لخبطه اتفقنا برضه تقدر تشوف هنا ايه انه ال انا نفسي هو الاي تي اس يمشي فرايم ما بقدر يمشي في الجي ام جي اس لا 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 انا هنا انت جبت مثلا لو دي نقطه او ماينس او نقطه اي حاجه ضربت هنا وبدات ده يمشي هنا فين ما بيمشيش في الارض لا على حسب بقى يمشي في الارض ولا ما بيمشيش على حسب بقيه الدايره شكلها ايه ماشي افرض ان انت بطريقه ما مثبت الجزء ده ومثبت الجزء ده فاهم الجزء هنا ايه ثابت يعني كل ما طيان بعيد الدايره هي اللي تقول لك ماشي بعيد الدايره هي اللي ماشي في الجيتس كان بيسال فين ماشي في الجيتس انت هنا قلت لك ده انت عايز الكلام فين فهذا كل بقى بيسال ايه بعيد الدايره هتقول لك ده الكود هنا اللي بقى يبقى هنا بيسال ده ده مفهوم أجيب سنسي الموقع بتاعت المحاضرة اللي فاتت ليه محفوظ؟ مين المحفوظ؟ يعني المحاضرة اللي فاتت تستخدم فيش الفاتحة دي؟ عشان يعني؟ أي دي بس أي دي لا أي دي عبارة عن ميوت كورس ده مفهوم وده بس ده معنى سوبر بوزيشن يعني حسبت المعادلة وده حاجة وده ماشي ده كله بتيجي منين؟ هنا بتاع ايه؟ طب وده هنا بتيجي منين؟ نشوف الجهد هنا كام؟ الجهد هنا كام؟ هل في تغيير؟ ماشي؟ تقدر تعرف حل معادلتين في مجهولين هتطلع لك الايه؟ التمبل ما تقلقش دلوقتي يعني السكاشن كده هتشوف الايه؟ المعادلات وهتشوف الحلول ماشي؟ طبعا انا هنا في انا بحب انها تبقى كبيره الارق بحب انها تبقى ايه؟ كل ما الأرقام تبقى مكملة كل ما يبقى أحسن يعني إيه مكملة؟ كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة بلد هي شنطة ريزيستنس لما تبقى شنطة كل ما تبقى كبيرة كل ما تبقى مكملة ما تعملش حاجة ملهاش تأثير لو الأرقام دي بتساوي لها نهاية المكملة مش هتحصل تعملش كل حاجة وكل ما الريزيستنس الشنطة تبقى صغيرة يبقى تأثيرها كبير قوي ماشي عكس السيريز فانا نفسي الارقام تبقى كبيره نفسي الجي ام يبقى كبير فن يعني ايه شنط؟ شنط يعني بارل الارقام محطوطه هنا بارل ماشي؟ بتقدر تعرف ان the maximum gain that you can get out of this transistor يبقى جي ام فار اوت جي ام فار اوت يبقى الماكسيمم جين that you can get out of this transistor تغير دوت يمشي كله فين؟ هيديك الماكسيمم جين اللي تقدر تجيبه
بتصير جي ام ار ار ده ثيوريتيكال جيت تقدر تجيبه من الترانزستور تقدر تعمل وقت المعادلات بتاعته. ماشي خد بالك ان هو How to use the small signal model? Used only for small signals, not for DC analysis or for large signal stimulus. For small signal stimulus, أول هن perform a DC analysis to obtain the bias point. وبعد كده ن get the GM or R output. وبعد كده نعمل small signal analysis. Small signal analysis second matters. G call the transistor and put it out. كمان شيء كل دي سي فولتج سورس تحط قدام شورت سيركت، كمان شيء كل دي سي كارنت سورس تحط قدام اوبن سيركت. عمركم خدتوا الكلام ده؟ خدتوه صح؟ سمول سيجنال اناليسيس دي سي فولتج تحط قدام شورت سيركت صح؟ لان انا لو قلت لك الدود هنا 5 فولت بعد كده حصل سمول سيجنال ستيميوس، حطيت سيجنال هنا او هنا او هنا ايا كان وغيرت الدايره بسمول سيجنال ستيميوس. هل الكود ده هيبقى في حاجه؟ اللي هي بطاريه 5 فولت، مهما عملت هي 5 فولت، دي باي دي تي او دي باي دي في يساوي 6. الكود ده ما يتغيرش. سمول سيجنال اناليسيس بنحطه شورت سيجنال. سمول سيجنال اناليسيس. غيرت دي سي كارنت سورس يبقى اوبن سيركت، محدش يجي يقول لي ده يبقى اوبن سيركت، لو عملت اوبن سيركت يبقى مفيش ترانزستور، ده مش دي سي كارنت سورس، ده فولتج كنترول كارنت سورس. لما الدي سي كارنت سورس فانت مش هتتغير. سبوت سيجنال اناليسيس تغير الكارنت اللي جاي من صفر، حطه اوبن سيركت. ماشي؟ فده السمول سيجنال اناليسيس. مفهوم؟ اكزامبل يعني انا هعطي كذا اكزامبل انا هسيب لكم انتوا تشوفوا الحاجات دي مع نفسكم ومع المعيد تقدروا تشوفوا الاكزامبلز لكن انا هنا في معلش في هنا سلايد اخيره عايز اتكلم عليها سلايد اخيره اتكلم عليها لو سمحت لو بصيت للموديل دوت الموديل ده ينقصه ايه؟ الموديل ده ينقصه ايه؟ حاجة obvious جدا، حاجة واضحة جدا، بصوا ايه؟ بصوا كاباسيتور، وانت عندك ده كام ترمينال هنا؟ انا عندي كام ترمينال؟ 3 ترمينال، جيت، سورس، درين، صح؟ ممكن واحد يقول لك الترانزستور في ترمينال الرابع اللي هو السبستريت نفسه. ماشي؟ يعني لسه ده 3 ترمينال ديفايس او ايفن 4 ترمينال ديفايس. لو ما فيش 2 ترمينالز في الدنيا انت لازم يبقى لهم كاباسيتور سبستان سورس. ممكن يبقى كبير، ممكن يبقى صغير. لكن كده في بعض الكباسيتورز فيمكن ان انا احط حته فيها جهد في حته ما اصلاش على حته الثانيه حتى لو تاثيرها فلازم يبقى في كباسيتورز طبعا الموديل دوت ينقصه كباسيتورز عشان كده لما تشوف الموديل ده تقول ايه؟ تقول this is the small signal model of the transistor عندما تكون الكباسيتورز مهمله ها؟ ممكن تطلب صيغه ثانيه at low frequency لما تقلب low frequency فريكونسي واطيه كاباسيتورز بتبقى ايه؟ تبقى اوبن سيركت مهمله ما بيمشيش فيها تيار سيجنفكت صح؟ يبقى ذيس از ذا لو فريكونسي سمول سيجنال موديل لو فريكونسي سمول سيجنال موديل لو الفريكونسي بتاعتك عاليه ما انصحش تهمل التيارات اللي بتمشي في الكاباسيتورز ولازم تاخد الكاباسيتورز بتاعتك خلينا المره الجايه نتكلم عليها بسرعه ايه بس بس